دكتورة ولاء كل كام أسبوع كده بتقدم حالة أو حالتين فيهم فكرة كلينيكال، ومن الحالات اللي بتقابلنا في شغلنا مش حالة منقولة من الكتاب، بحيث الحالة تبقى واقعية في ظل الإمكانيات المتاحة للتشخيص. كنا المرة اللي فاتت قدمنا حالتين، كانت دكتورة ولاء قدمت حالتين كانوا بلازما سيل ديسكريزيس، والنهارده ان شاء الله حاله هي هايبر تنشن كوز اور ريزلت هنشوف. واللينك بتاع المحاضره دي والمحاضرات بقى الويبينارز كلها بتاعت نيفرو تيوب هتبقى موجوده على الفيسبوك جروب نيفرو تيوب بتاعنا ان شاء الله، وان شاء الله تبقى حاله نستفاد منها باذن الله. اتفضلي دكتوره ولاء. السلام عليكم. هي زي ما قالت محمد ان شاء الله هي الحاله يعني من الكلينيكال بريكس بتاعنا، وانا كنت حابه اجيبها لان هي يعني هي بتتكلم عن قصتها من ساعه ما بدات معانا. قصتها كلها بدات ان هي عندها هايبرتنشن، وانا هحكيكم يعني كانها قصه ظريفه هنعيش فيها مع العيانه دي. يعني مشكله نقف فيها في محطات، كل محطه هيبقى لنا بوينت هنتكلم فيها او ديسكشن او يعني حاجه نوت كده ناخدها من العيانه. انا اعتبرت ان قصه حياتها دي بالنسبه لي انا لما انا يعني شفت العينه دي من ساعه ما جت عندنا قبل كده اول مره لغايه تيل ذا اند، يعني كانت بالنسبه لي ان هي رحله في القطر. فاحنا بدانا الرحله بتاعتنا، وانا حد اول محطه واحنا فيها مع العينه دي ان هي كانت جايه لنا في الامرجنسي روم بتاعتها. كان البيشنت دي كان عندها 42 years old known to be hypertensive from 3 years on beta blocker، بس ما كانش في عندها اي مشاكل تانيه. انا بس هقول البدايه وهعمل لكم كومنت بعد كده على الهيستوري بتاعها. كانت جايه الامرجنسي روم ان هي ديستربت كونشس ليفل من حوالي 1 داي، وكان الكونشس ديستربنس ده كان فور جراديوال اونست، ما كانش في اي هيستوري اوف فيفر ولا حصل معاها كونفرجن. بس الريلاتيف بتاعتها هي دوكيومنتد ان هي عندها هيستوري اوف هيديك لحوالي 4 أو 5 ايام قبل ما يبتدي يحصل تشينج في الكونشس ليفل بتاعها. بس ما كانتش مشتكتش ان هي عندها في بليرنج اوف فيجن، ولا كان في فوميتنج، ولا ان البيشنت اي نيورولوجيك بروبلم ويكنس او تنجلنج سيشن في اي حته كانت بتشتكي منها. برضه ما كانش في هيستوري في اي سيمبتوم في تشيست او جاسترو اكستاينال او كارديك سيمبتوم بالنسبه للعينه، ده على كلام الريليتيف وقتها. يعني لما جت لنا احنا شفنا البيشنت بتاعتنا كانت كونفيوزد، كان الفي سي اس بتاعها حوالي 10 9 في الرينج ده، البلد بريشر بتاعها كان 220 اوفر 110، البولس كان نورمال، تمبريتشر نورمال، تشيست بارت كلينيكال فري، والابدومين كان فري، النيرف اكزامينشن بارت بتاعها كان فري، ما كانش فيه اي نيرف افكشن كرينيال نيرف او نورمال، الفلكس بتاعتها كانت نورمال وما كانش فيه لاترلايزيشن. الكومنت بس اللي انا عايز اقوله في الجزء ده ان البيشنت العينه بتاعتنا الهايبرتنشن هي الايج بتاعها يعتبر صغير 42 سنه، يعني قلنا من 3 سنين او من 4 سنين زي ما بتقول عندها هايبرتنشن، كان حوالي في اخر الثلاثينات. ما كانش في اي دوكيمنت هي خدت ايه او حد عمل لها انفستيجيشن هل هي الهايبرتنشن عندها ده سكندري ده اسينشال ده اي حاجه زي كده، ما كانش في هيستوري من الكلام ده. دي كانت الانفستيجيشنز اللي اتعملت لها في الامرجنسي روم. الهيموجلوبين بتاعها كان 10، البليت بتاعتها كانت 185، الوايت بلاد سيل بتاعها كان 5000، البلاد فيلم بتاعها كان نورمال باي ذا واي، يعني كان اتفرد فيلم ساعتها، البلاد يوريا كان 60 مللي جرام، والسيرم كريتين بتاعها كان 2 مللي جرام. بيت الانفستيجيشنز الراندوم جلوكوز بتاعها كان نعتبر يعني مايل هايبر جلايسيميا، بي اتش بتاعتها البلاد جاست بتاعتها كانت وز نورمال، والالترايد بتاعتها كانت كويسه. اتعمل لها سي تي برين سي تي كان نورمال، ما كانش في اي حاجه فيه، ما كانش في اي مشاكل فيه. فالبيشنت دي على مستوى على مستوى الانفستيجيشنز اللي عندكم دي، وانا المره دي مش عامله كل لان حاسه ان الموضوع محتاج كلام اكتر من ان احنا نقعد نختار مع بعض حاجات. على مستوى الانفستيجيشنز اللي اتعملت دي كلها والكيمستري العاليه شويه دي، برضه باي ذا واي في الهيستوري ما فيش اي انفستيجيشنز قبل كده موجوده، ما فيش بيز لاين كرياتينين، ما حدش من اهلها يعرف ولا كانت هي تعرف اذا كان هي عندها مشكله مسبقه في الكلى قبل كده ولا لا. هي جاست بس كانت كومبلاينت على كلامها برضه ان هي كومبلاينت ان هي بتتابع الضغط بتاعها وان كان بتاخد بس البيتا بلوكر ده. فهل على مستوى الكلام ده لو تكتبوا في الشات كده رايكم احنا البيشنت دي هي سي تي نورمال، الانفستيجيشن زي ما انتم شايفينها كده اهو، كان هتتعاملوا مع العينه ازاي او هتكمل معاها ازاي؟ يعني حضراتكم لو حد حابب يكتب في الشات بوكس حاجه.
هو يعني هو زي ما دكتور احمد القاضي كاتب ان هو هايبرتنسيف ايمرجنسي، وانا شايف كده انا يعني هشتغل معاه ان انا انزل البلاد بريشر جراديوالي واكمل الانفستيجيشنز بتاعتي بعدين. يعني هي على المستوى دي المشكله الاساسيه، وات ايفر ذا كوز اوف هايبرتنشن. دكتور عماد بيسال على الفندس اكزامينشن بتاعه، فاعتقد طيب ده هيتعمل. ايه ده؟ بالنسبه للفانكس اكزاميشن احنا يعني في الوقت في الامرجنسي روم ما كانش في مجال ان احنا نعمل تمام. دكتور فانكس مصطفى رمضان بيسال على الابدومينال الترا ساوند برضه. برضه في وقتها كان في الامرجنسي روم ان احنا كان ما كانش وقت يعني، يعني انا جاي الانفستيجيشن دي انا هحولها بعد كده بالظبط. بس في وقتها واحنا في الامرجنسي روم او احنا كده بالظبط كده طلعناها طبعا الاي سي يو وبدانا نتعامل معاها. على احنا كان الخوف بس اكتر حاجه يمكن يكون بقى عندها سيريبرال جلوكوز حاجه زي كده، بس اللي احنا طلعناها بما ان السي كانت لوكس نورمال طلعناها وبدانا نتعامل معاها على ان هي عندها هايبرتنسف ايمرجنسي او عندها هايبرتنسف انكفالوباسي. بدانا نبتدي معاها، بدانا معاها الانتروفينوس نيتروجليسين معاها بلوكر معاها الكالسيوم شانل بلوكر، وبدانا نعمل فولو اب لليورين اوت بوت بتاعها. كان في الاول كان زي ما حضراتكم شايفين الانبوت بتاعها كنا مش بنديها طبعا كتير، كان 1500 سي سي، الاوت بوت بتاعها كان 900 سي سي بس، يعني كان شويه يعتبر شويه في ديسكريبنسي او نيجاتيف بوست بالانس. بس احنا كنا مركزين قوي قوي في المانجمنت بتاعها على موضوع البلد بريشر لانه كان برضه في الاول ما اتظبطش معانا قوي. بس في خلال الثلاث ايام اللي كانت قعدت معانا فيهم في الاي سي يو كان واحنا ماشيين على المانجمنت ده، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا نيتروجلسرين نكمل اكتر من 2 دايز عشان موضوع التوليرانس. كنا عملنا البيتا بلوكر برضه ما كناش بدانا بال 10 ملغ، كنا ماشيين كانت هي اصلا من الاول ماشيه على 5، بدانا عملنا تيتريشن بالدوزز دي كلها وبدانا البلد بريشر بتاعها مور اور ليس يبقى بقى يبقى كنترولد في الرينج اللي هو 140 145 او 150 في الرينج ده. بدانا بقى نعمل تحاليل بقى تاني، عملنا فيرزر انفستيجيشن وبدانا نعمل مور روتين انفستيجيشن للعينه، وكانت التحاليل برده كالاتي. تاني احنا برده كنا كان الكونسيرن بتاعنا موضوع الكيمستري اللي هي الكريات اللي هو الكريات اتنين ده، هل ده هو ده يعني ده الميرج ده كان نتيجه ان ده امرجنسي ولا هي من الاول عندها مشكله؟ واحنا كنا شاكين ان هي ممكن تكون من الاول عندها مشكله، ان برده كان الايج اوف هايبرتنشن ستارت هايبرتنشن برده يعتبر بالنسبه لنا صغير وما كانش فيه انفستيجيشنز اللي اتعملت قبل كده، فكان في ديبيت في الكلام معانا او في الكلام يعني كنا بنتناقش في الحاله يعني هي ايه. زي ما حضراتكم شايفين ان التحاليل بتاعتها الهيموجلوبين بتاعها كان وصل 9.5 جرام، البليتلت بتاعتها كانت رفعت عن الاول، الوايت بلد سيل كانت بتاعتها كويسه، اليوريا والكريات كانوا ثابتين زي ما هم على الرغم ان كان البلد بريشر بتاعها كان بدا يبقى كنترول، السيرم انزيم بتاعها نورمال، الليفر انزيم بتاعها نورمال، اليورين اناليسيس بتاعها بقى هو اللي كان ايه سسبشن شويه بالنسبه لنا، كان بروتين نيل ما كانش فيه بروتينز، كان فيه ار بي سيز 20 30 بالهاي باور فيلد وبلس سيلز من 10 ل 15، ال 24 اور يورينال بروتين برده جمعنا كان 200 ملي جرام، وعملنا فاندس اكزامينشن كان سبجستيف ان فيها بعض التشنجز اللي بتوحي ان العين عندها هايبرتنسيف ريتينوباثي. طيب بالنسبه لكم كده انا هكمل لكم بقيه التحاليل. الايكوكارديوجرافي بتاعها كان نورمال دايمنشن الفور شيمبرز وفيها كونسنتريك هايبرتروفي الليفت فنتريكل، الاوبجكشن فراكشن بتاعها كان 65، الابدومينال التراسون بتاعها كان كويس ما فيش يعني برضه ايكوجينيك جريد 1 برضه زي ما حضرتكم عارفين دي صمت ساعات بروجكتيف، بس وات ايفر الكيدني سايت والسايز بتوعها يعتبروا كويسين. عند المرحله دي برضه رايكم احنا هنعمل ايه؟ دكتور عماد بيقول انيميا ورك اب تمام. هو اصلا دكتور عماد في الاول كان بيسال على الاكتيف سيدمنت واوتو ميل سكرين، دكتوره ساره بتقول دوبلر دوبلر رينال فيسلز طبعا اكيد تقصد، دكتوره نجوى دوبلر يعني دكتور احمد بيقول هايبرتنشن ان يانج ايج يعني فعايز يمشي مع الايل سكريننج بتاع السكند كوز. هو الملفت في التحاليل بتاعتك حاجتين، اليورين اناليسيز هيماتوريا مع الهايبرتنشن ما هياش كومن، يعني دايما لما يبقى هايبرتنشن مع بروتينوريا ماشي من اكسبت، انما هايبرتنشن وذ اكتيف سيدمنت ممكن يبقى فيه جي ان اون توب اوف الكورونيستي اللي باينه في السونار شويه. وبرده الحاجه اللي ملفته انتباه بالنسبه لي ان البروتين نيل بالديبستيك برغم ان فيه بروتين في التجميع
تمام. انا دايما ده بمشي ان هو وراه ان هو يكون حاجه لايت تشين، سواء الكلام هيطلع صح او غلط، لان ساعات المعمل ممكن يكون التحليل فيه مش مظبوط، بس هو لو التحليل مظبوط المفروض يطلع معاها كمان حاجه لايت تشين دي بوزيشن. ده وجهه نظر يعني. وفي الشاتنج لسه الناس بتكتب، يعني الناس ماشيه مع ان انت تكسكلود سكندري كوز بما فيهم الايمينولوجيكال والدوبلر رين الترا ساوند والبايوبسي، الناس ماشيه مع البايوبسي. تمام. هو احنا برضه الديبيت برضه كان زي ما حضرتك قلت كده تقريبا نفس الكلام، كان الديبيت في ناس بقى قايله ده هي العينه فيها فانجس بتاعها فيها هايبرفيس انتروباسي، طب هي عينه الكيمس العاليه دي وكان الاول عندها كيلي ديزيز، فريق تاني لا الار بي سيز دي سسبيشس، وخصوصا احنا عملنا تحليل تاني كان برضه بيرزستنت الار بي سيز دي، فدي كده سسبيشس. طب احنا البيشنت دي طب هي ممكن تكون دي هايبر، يعني ده حصل مثلا تي ام ايه نتيجه للهايبر تنشن ده، لا ما حصلش تي ام ايه، يعني كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه هو كان نفس السياق اللي احنا بنناقش فيه مع العيانه بتاعتنا، بنناقش فيه العيانه بتاعتنا، ودي يمكن اكتر حاجات كان فيها اللي بنتكلم فيها الهايبر تنسف نفروباسي. يمكن انا كنت اجلس تماما الهايبر تنسف نفروباسي، ما كنتش ماشي معاه قوي، ناس كتير كانت قالت تي ام ايه من الهايبر تنسف من الامرجنس اللي حصل، وناس قالت لا هو ار بي جي ام، احنا غالبا العيانه كانت كيمستري كويسه ودي رفعت العيانه، فكان في الديبيت بشكل ده. فوقفنا بقى زي كالعاده زي ما بقول لكم في كل حاله احنا هنعمل بايوبسي ولا مش هنعمل بايوبسي، والبروز والكونز بتاعتنا اعتقد انتوا يعني كلكم كل الرسائل الواصله كده ان احنا انتوا مشجعين ان احنا نعمل رينا بايوبسي، وده فعلا اللي حصل معانا، ودي كانت البايوبسي بتاعت العين. في سؤال هنا بس بيسأله دكتور احمد الاضيول، ليه مش باسكولار، يعني ليه مش رينال ارتري ستينوز مثلا؟ هو صح طبعا نعمل رينال دوبلر، بس الحاله في وجود الاكتيف سيدمنت ده ماشيها في سكه الجي ان اكتر، صح كده؟ احنا عشان كده فعلا احنا كنا عشان كده فعلا، اولا يعني يمكن الايش بتاعها صغير شويه، الحاجه الثانيه ان هي ان احنا وجود الار بي سيز ده كان مخلينا يعني سسبيشس لحاجات جي ان اكتر. تمام. هو كل اللي بيطلب دوبلر قبل السونار هو يعني موافقين عليه، يعني ما مش غلط طبعا، لازم يتعمل دوبلر قبل قبل اسف البايوبسي، بس كده كده البايوبسي كنا نوصل لها. تمام. القصد في الاورنكس موثق حضرتك عشان كنا حقيقيين، يعني احنا انا بكلم حضرتكم على حالات فعلا اكشوال، فبصراحه ما فيش معمل انا ما شفتش معمل يعني عندنا على الاقل يعني لغايه دلوقتي جه وصف لي ان في ار بي سي سكوس، وار بي سي سكوس دي موثق طبعا زي ما حضرتك بتقول، احنا عارفين في حاجه طبعا في النمونه للجي ان، بس هو على مستوى الكلينيكال انا بص انا موافق شويه، واولا ديسمورفيك مش لازم تبقى في الكاست الار بي سي العاديه، نمره 2 مش كل الناس بتعرف تشوفها، نمره 3 لو الكلينيكال سيناريو ماشي مع جي ان مش لازم الاقي ديسمورفيك او ادور عليها، انا خصوصا هي السنسيتيفيتي بتاعتها مش 100% يعني مش شرط عشان هي جي ان يبقى ديسمورفيك. تمام. ولكن وجود الديسمورفيك يسجست الجي ان اكتر، بس لو الكلينيكال سيناريو ماشي مع جلوميرولار نفرايتس مش لازم اعمل ديسمورفيك ريبروكسس. تمام. طيب ايه رايكم بقى في البايوبسي؟ حد حبيبي كومنت في البايوبسي واضحه جدا اهي في الشات. ايه السترايكنج في البايوبسي يا جماعه؟ حد شايف حاجه؟ هي الصوره واضحه عندكم اصلا ولا مش واضحه؟ واضحه عندي، هي الدكتوره نجوى هي بتقول كريسنتك. تمام. طب شايفين انهي كريسنتك؟ يعني شايفينها سيلولار ولا فايبروس ولا فايبرو سيلولار؟ رايكم ايه يعني؟ طب قولي كده يا ولاء شاوري كده، في الدكتور احمد قال ميسنجر اكسبانشن the area of mesangiolysis and the extra capillary expansion. طيب هو حضرتك لو بصينا كده على اللي هي الصوره على الناحيه الشمال دي الجلوميرولس اهي، لو بصينا كل الجزء ده يا جماعه كل دي عباره عن ديكريسنس، لو بصينا هتلاقي الجلوميرولس كلها يعني متاخده كده داخله لجوه كده اهو، لان كل البومنز كبسول فل بابيثيريال الاكسترا اللي هي الاكسترا ابيثيريال سيلز اللي بره دي كلها بتفورم ديكريسنس. تمام. في بعضهم هتحسوا ان هي كده اللي هم فيها موجنس ميلك دي فيها شويه سكليروزز اللي هي اعتقد بيسموها في الباثولوجي هي الفايبر سيلر او فايبروس كريسنت، لكن برضه ستيل ما زال في اكتف كريسنت. نفس الكلام على الصوره اللي جنبها برضه من اهو،
في هي يمكن بس الجلومرولس دي كانت مقطوعه شويه او جمل الفتح او الكمالات مش موجوده كمالتها، بس ده برده لو خدنا بالنا دي برده ادي الكبيلرز كلها بتاعت الجلومرايد داخله كلها، وادي الجملز بتدخل في الكل هنا تقريبا بابيثيريال سيلور كريسنس، وهنلاقي فيها برده فايبروستريسنس. طب لو بصينا على الصوره اللي بعدها، اي كومنت على الصوره اللي بعدها؟ واضحه مش واضحه؟ لا هي ظاهره، هي ظاهره. منتظرين الكومنت بتاعك. قولي. طيب ده ارتيول موجود، تمام. ده في فيبرونيد نكروزز اللي بيحصل مع سيفير هايبرتنشن. تمام. فاحنا كده العينه بتاعتنا دي لما كان التقرير بقى بالكامل دي كانت 26 جلومرولاي كلهم فيهم سيلور فايبر سيلور كريسنت، وفي تافتس كان فيها فوكال سيجمنتال نكروزز، والارتس فيهم الارتريولز، او احنا خلينا في الحاجات اللي كانت واضحه عندنا او الصوره اللي انا جايبها اللي هو فيها ميورال فايبرونويد نكروزز، وفي انديثيريال سويلنج واندوثريلايتس. طبعا احنا العينه بقى يعني طبعا التحليل اللي انا عرضتها لحضراتكم دي المفروض اللي انا عرضها دلوقتي دي كان المفروض ان هي تتعمل في الاول قبل ما نعمل البيوبسي لما طالما احنا شاكين يعني، بس بما ان كان في ديبيت فاحنا قلنا البيوبسي هتبقى هي اللي هتقول لنا في الاخر محتاجين نكمل ولا لا. زي ما حضراتكم عارفين برضه انا بتكلم على يعني كلينيكال براكتس ان احنا البوست بتاع العيانين وساعات العيان ما بيقدرش وساعات العيان بيقدر والكلام ده كله، فاحنا فضلنا ان احنا هنبروسيد في البيوبسي ونتوجه اكوردنج للبيوبسي بعد كده احنا هنعمل ايه. البيوبسي بتاعت العينه كان الانفستيجيشنز بعد كده احنا طبعا كنا بدأناها بلس ستيرويد، السي 3 والسي 4 بتوعها كان نورمال، الاي ان كان نيجاتيف، الاندر ستراند كان نيجاتيف، الالكا سي والالكا بي الاثنين كانوا نيجاتيف، وبالتالي طبعا طلبنا اميون ستيننج للعينه اللي كانت شايفين فيها ان هي جاست ان هي سي 3 يا دوب فوكال ديبوزيس بس والباقي كله نيجاتيف، فالعينه اترخصت بالنسبه لنا ان دي بوسي اميون سمول بيزل بلس فلوكس. بدانا كملنا معاها الشوت بتاعت السايكلوفوسفامايد زي ما حضراتكم عارفين الريجمن، او انا هوريكم الريجمن دلوقتي، وكملت السكس سايكلز بتاعت الاندكشن بتاعتها. مين وايل العينه بتاعتنا الفتره دي كان البلد بريشر بتاعها بقى كنترولد، الكيمستري بتاعتها مش هقول بقت نورمال بس هي ستيل او في امبيرمنت، سيرم كريتين كان بتاعها بين 1.6 1.7 بس مور اور ليس يعتبر الدنيا احسن شويه، الهيموجلوبين بتاعها 11، ظريف ان البيور اناليسيس بتاعها بدا يبقى البروتين تريس، معرفش بقى ده كان في مشكله في يعني في الكتر اللي بتعمل بيه التحليل قبل كده ولا لا، بس الار بي سيز اختفت، البسلز حاجه مش قوي يعني، وكانت منتينت على لو دوز ستيرويد عند از سايوباث. انا بس هنا حبيت الدكتور محمد بعد اذن حضرتك بس ان انا جبت الكي تي جايد لاينز اللي هم بياخدوا راينا فيها بيستشيرونا فيها او اللي نزلت مؤخرا. اكيد هتنزل عشان بس اذكر حضراتكم بالسمول بيسل بس فلايتس، انا هم جايبين الكلام ده الالجوريزم ده تحت عنوان انت اسوشيتد سمول بيسل بس فلايتس، بس دي بس انا دورت ولقيت ان احنا ان دي تعتبر بوسي اميون، فهنعملها نفس معامله السمول بيسل بس فلايتس سواء اللي هي انت اسوشيتد يعني. وزي ما حضراتكم عارفين الريجمن هو زي ما هو مكتوب قدامكم، هو لو مفيش اورجان ثريتنج انفولفمنت ممكن بعد ده الكلام اللي اعتقد هم لسه هيدوكيومنت في الاخر، بس دي كلينيكال براكتس جايد لاينز اللي هم منزلينها دلوقتي. الاهم يعني فيها ان انا بقول بلفت الانتباه للسايكلوفوسفامايد او الجلوكوكورتيكويدز، والضاف دلوقتي ان احنا يا اما ندي التوكسيمات مع الجلوكوكورتيكويدز، لكن في حاله ان في فايتال اورجن او لايف ثريتنج كونديشن مع البيشنت او الكريتين بتاعنا اكتر من 500 مايكرو بنكونسيدر البلازما فاليسيس. احنا بالنسبه لنا طبعا عشان احنا العينه دي قديمه شويه ما كانش في الجايد لاينز دي قدامنا، بس طبعا كنا ماشيين على سايكلوفوسفامايد وجلوكوكورتيكويد، بصراحه الريسبونس بتاعها كان يعتبر بالنسبه لنا ريزنبل واحنا كنا راضيين بيه يعني، حلوه كانت كده بالنسبه لنا حلوه. طب وهي لو الجايد لاينز دي كانت موجوده كنت هتختاري لها ايه؟ كنت هختار لها سايكلوفوسفامايد برضه. تمام بصراحه.
الديزيز كنترول او المينتنس. احنا هي عينه دي مشيت معانا على الاساس هيوبلين مع الجلوكوكورتيكويدز لو دوز. احنا بدانا كنا عملنا وذرول للستيرويد خالص لغايه ما نزلنا 2 مللي جرام. الاساس هيوبلين كانت يا دوب ماشيه على 100 مللي جرام وكانت امورها. وهي بصراحه كانت البيشنت كومبلاينت, يعني هي كانت متابعه نفسها كويس جدا, ماشيه على علاج كويس جدا. الانتي هايبرتنسيف دروجز احنا طبعا كانت ماشيه على الكالسيوم شانل والبيتا بلوكر بماكسيمم دوزز, ومع الامبروفمنت بتاع الجي ان ده الامور بقت ويل كنترول وكانت ماشيه العينه الحمد لله كانت كويسه. هو هنا المينتنس, بس بقول لحضراتكم هنا ان المينتنس هنا في الجايد لاينز الجديده كاتب سويتش تو ازاثيبرين ونعمل تيبرنج للجلوكوكورتيكويدز وبعد كده نعمل تيبرنج للازاثيبرين لغايه ما نوصل ان احنا نعمل نقف الدراج خالص. اول حاجه الثانيه ان انا هكمل الروكسيماب واعمل تيبرنج للجلوكوكورتيكويدز وبعد كده اوقف الروكسيماب واوقف الدراج خالص. هنا كانوا برضو عارضين في الجايد لاينز دي امتى بيفضلوا الريتوكسيماب وامتى بيفضلوا السايكلوفوسفامايد. واضح ان السايكلوفوسفامايد بيستخدموه في السيفير جي ان, وساعات بيعتبر بيكونسيدر انه يدوا سايكلوفوسفامايد مع الريتوكسيماب. ده الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي. انا ما اعرفش طبعا بالنسبه لحضراتكم الابلكيشن بتاع الريتوكسيماب اخباره ايه دلوقتي. هو بالنسبه لنا احنا يعني موجود ندي للعيانين بس وين انديكيتد, يعني نظرا للكوست الغالي بتاعه قوي. او انا ما اعرفش راي حضرتك دكتور محمد, انا شخصيا بحب اسيبه للاخر, يعني اقول يعني خليه كده يبقى هو في عندي هو في حاجات دلوقتي هو ممكن يبقى فيرست لاين ليها, يعني ميمبرنس برايمري ميمبرنس لو العيان يقدر ياخد الريتوكسيماب يكون افضل, خصوصا لما تكون يانج ايج فيميل ومش عايز تاخد سايكلوفوسفامايد. زي ما انت قلتي دلوقتي الفيري سيفير ده في ايفيدنس ان هو مع السايكلوفوسفامايد بيحسن الريميشن في الفاسكولايتيس, يعني وبعد كده وانس انديكيتد. وفي ستاديز اللي طالعه عليه بس ما اعرفش بقى هيقولوا ايه الجايد لاينز في ترومبوتيك مايكرو انجيوباثي سيفير في البدايه ممكن يستخدم ريتوكسيماب. فهو لو اقدر استخدمه والعيان كان افورد او المكان يقدر يوفره وهو انديكيتد فعلا يفضل انه يستخدم. تمام, ودي كانت اول مرحله او دي كانت اول قصه حصلت مع العيانه دي. واول حاجه اول مشكله كانت في العيانه دي, ودي كانت اول محطه اللي احنا خلصنا منها. دخلنا في المحطه الثانيه بقى. العيانه دي زي ما قلت لحضراتكم قعدت مستمره معانا على الايمينو سبريشن دراج. بصراحه احنا كنا خايفين ان نوقف الاساسيبرين خالص. هو المفروض طبعا ان هو بيتوقف حوالي تقريبا بعد سنه 6 اشهر او سنه, يعني نظرا ان هي اصلا سي كي دي, ان هي تعتبر بالنسبه لنا سي كي دي. المهم ان العيانه بتاعتنا بدات تظهر, يعني هي كانت كومبلاينت بس بدات جاتلنا بقى في الاوت بيشنت كلينك تشتكي من بايلاترال لوين بين وفيفر. الاكزامينشن بتاعها كان بلد بريشر بتاعها كان كنترولد, التمبريتشر بتاعها كانت فيفرج 38. ما كانش في اي ابنورمال داتا في السيستميك اكزامينشن غير ان كان في يا دوب يعني سام تندرنس في الليفت لوين. البلد يوريا بتاعها كان 50 مللي جرام, السيرم كرياتين بتاعها كان 2.1. زي ما قلت لحضراتكم كانت كل المتابعات اللي قبل كده كانت في رينج 1.6 1.7. الهيموجلوبين بتاعها كان 10, الوايت بلاد سيل بتاعها كان 13000, سي ار بي بتاعها كان بوزيتيف, السيرم البوم بتاعها كان 3.2, الوين اناليسيس بتاعها كان فيه بلاد سيل اوفر كاونت وار بي سيز, واليورين كالتشر بتاعها كان شوينج فيها كريبتي ال. طبعا راي حضراتكم هي اعتقد في المرحله دي بالنسبه لكم هي في المرحله دي هعالج اليو تي اي يعني مبدئيا, يعني ولو في مشكله مع الايمينو سبريشن هوقفها. يعني في هنا في الكومنتس هو دكتور ناجو ستوب الازاثيبرين, دكتور احمد قاضي بيقول بوست انفكشوس اعتقد. فانت عانى على ازاثيبرين ومعها يو تي اي فالمفروض نغطي اليو تي اي. الناس كلها بتتكلم على تريتمنت اوف سبس او انفكشن. يعني هو ده بالظبط اللي احنا فكرنا فيه اللي احنا عملناه, ان هي كنا بنعمل يورين كلتشر تمام, وبنشوف كان الاورجانيزم بتاعها كان طالع كليبسيلا ده في الاول خالص, وعلمنا اكوردنج لليورين كلتشر بتاعتها اكوردنج للانتيبيوتيك اللي بيطلع معانا في الكلتشر سنسيتيفيتي, وعملنا ادجستمنت للدوز اكوردنج للجي اف ار اللي كانت تعتبر ستيج 3 تقريبا بين ستيج 3 او 4 انا مش متذكره بالظبط. بس المشكله بقى في العيانه دي احنا يعني يمكن الاسترويد تقريبا كنا وقفناه, الازاثيبرين كنا قللنا خالص, يعني وفي بعض الاوقات كنا هو كان
كان خوفا من ايه؟ الار بي سيز اللي عندها دي بتاع مع الانفكشن، ولا هي في اكتيفيتي ثانيه، ولا هي الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي؟ على الرغم ان احنا كنا تقريبا جينا في وقت وقفنا فعلا الايمينو سبريشن، لكن ستيل الايبيسودز بتاعت البايلون كرايسيس دي كانت ريكورنت بشكل تقريبا اللي هو يا دوب تخلص كورس انتي بايوتيك نستريح اسبوع نرجع بنفس السيمبتومز الثانيه، فيفر والبيشنت فيها ديسيوريا واللوينج بين، طب نعمل يورين اناليسيز يحصل برضه في اوفر كاونت، على الرغم ان كان من اسبوع الامور بقت كويسه. فاعتقد الريكورنس ده كان ليه؟ كل شويه احنا قعدنا فتره يمكن حوالي 7-8 شهور بهذا الوضع، اللي هو كل شويه احنا بيجي لها اتاك اوف بايون فرايتس، الفيفر، لوين بين، يورين اناليسيس، بسلز، كلتشر، تاخد الانتي بايوتيك، امور تتحسن، استنى شويه ترجع تاني وهكذا. راي حضراتكم؟ دكتور مصطفى بيقول ان دايبيتك، لا احنا عملنا تشيك للدايبيتس ده خصوصا اللي هي كانت ماشيه على الاسترويد، عشان الاسترويد اللي كانت ماشيه عليه فتره طويله كان نورمال. هجيب لكم خريطه التحاليل دلوقتي. التحاليل اللي عملناها ساعتها كانت عملنا 2 اورز بوست برانت البلاد جلوكوز كان يعتبر نورمال 120 مللي جرام، الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعها كان 5%، البلاديوريا بتاعتها والكرياتين بتاعها كان المتابعات بتاعتها في الرينج ده، يعني في خلال الفترات دي، خلال الفترات بتاعه البايون فرايتس دي كان بيبقى في الرينج ده 45 55 60 مثلا، اقصى حاجه يمكن سيرت ريتم كان وصل 2.5 في الحدود دي، كان ثابت في الرينج ده. بس كنا كل شويه بقى أتاك، كل شويه أتاك، كل شويه أتاك وبنعالج، كل شويه أتاك وبنعالج. تمام، احنا البيشنت بتاعتنا، انا بس هذكر حضراتكم بشويه حاجات، ان الريكرنت او الكرونيك بين فرايتس اللي بيحصل خصوصا في الفيميلز، يعني امتى بعرفه؟ لما بيكون في عندي 3 اتاكس في خلال 12 شهر، ده بنقول معناها كل العيان ده عندها ريكرنت كتير. احنا العيان بتاعتنا طبعا تفوقت في الموضوع ده، ما كانش مش 3 اتاكس، احنا كنا زي ما بقول حضراتكم كده كل شهر مرتين مثلا، او كل 40 يوم مرتين مثلا. كان انا كنت منزلها بالتعريف ده برضو من البيبر، الفرق ما بين البكتيريا بيرزيستنس والري انفكشن، عشان خاطر كل الكالتشر بتاعتها في بعض الاحيان كتير كانت الكالتشر بتبقى نفس الاورجانيزم، وفي بعض الاحيان بيبقى مختلف الاورجانيزم مختلف، يعني كان يا اما كنا ما بين بكتيريا بيرزيستنس يا اما ان هو في عندها ري انفكشن، وتفر العين عندها حاجه مخليها عندها كل شويه الانفكشن ده ريكرنت. احنا طبعا يعني دي كانت دي الهوست فاكتورز اللي احنا دورنا فيها، العينه دي ممكن يكون عندها ايه، اللي عملنا لها انفستيجيشنز، عملنا لها سي تي كيو بي، ما عملناش حاجه فيها صبغه عشان خاطر الكيمستري عاليه، بس عملنا سي تي كيو بي، عملنا سيستوسكوبي، عملنا يورو دايناميك ستادز، الامور كلها كانت كويسه، حتى ان احنا اتعرضت على دكاتره الاوبستريك والجاينو على اساس ممكن يكون مثلا حاجه جاينكولوجيك هي السورس اوف انفكشن، او ان في مثلا بروبليكس ضغط على يورينري بلادر عامل اي مشاكل ثانيه. العينه كل حاجه كانت فيها كانت كويسه، ما كانش قدامنا غير ان هي يعني ان احنا ودي الفتره اللي احنا جينا خلاص وقفنا فيها الايمينو سبريشن، ان احنا ان العينه دي نتيجه الايمينو سبريشن ماشي عليه، فهي حصل لها ريكورنت انفكشن كل شويه. يلا بينا نلعب انا وانت. دي بقول لكم عليها ان البيشنت بتاعتنا كان الايبيسودز بتاعت البايون فرايتس دي من ياما من ولا معلش فكي ميوت من عندك وعيد تاني الكلام ده. بقول لحضراتكم عند هو لغايه فين؟ طيب بقول لحضراتكم دي اللي هي في يعني بأكد على حضراتكم ان الابيسودز بتاعتها كانت ما بين بكتيريا ري انفكشن ما بين اللي عندها او بكتيريا بيرزيستنس، يعني في ابيسودز كانت نفس الاورجانيزم بتاع المره اللي قبلها، وفي مره كان بيبقى لا اورجانيزم ثاني مختلف. ده كان على مدار الفتره دي اللي احنا في ساعتها اضطرينا ان احنا خلاص بنبتدي نسحب بقى الايمينو سبريشن ونقول ان شاء الله باذن الله الامور تمشي كويسه. يعني انتوا خلاص كنتوا اتريبيوتنج الريكرنت يو تي اي للايمينو سبريشن صح كده؟ ما كانش في حاجه قدامنا تاني، يعني احنا عملنا سي تي كيو بي كان نورمال فايندنج، ما فيش اوبستراكشن، ما فيش ستونز، ما فيش اي ستريكشر في حاجه، السيستوسكوبي الدكاتره في اليورولوجي قالوا ما فيش حاجه،
نورمال الايروداينامكس ستاتس بتاعتها قالوا بنورمال انفلاينج يورينري بلادر. احنا حتى كنا معلمينها ان هي تعمل فريكوينت انفلاينج يورينري بلادر ما تسكش نفسها لغايه ما تستنى يعني كل الحاجات الثانيه الفيزيكال دي كنا برضو عملنا لها الانستراكشن دي. ومع ذلك كانت كل شويه ريكرنت كل شويه ريكرنت وده قلقنا بصراحه. يعني انا على المستوى ان هي اصلا عيانه سي كي دي كل شويه تدخل في يورين تراكت انفكشن فانا يعني خايفه على الكلمه بتاعتها ان الامور تبتدي تبقى حصلها ديتيريوريشن. البيشنت بتاعتنا كانت بدات تشتكي بقى من حاجات يمكن انا مش كاتباها بس انا قلت هقولها لحضراتكم. تشتكي من يعني ايه ارثرالجيا. ساعات بتشتكي ان هي عندها تينجينج سنسيشن في رجلها والتوز بتاعها وفي الفوت. بدانا نقلق بقى احنا وقفنا الاستيرويد بدانا نقلق. طب احنا هنرجع الاستيرويد والازاثيوبين هل ده ممكن يكون الفاسفورايتس وده عامل وده المالتي افكشن للنيرفز بتاعتها. ما كانش في وسيله قدامنا ان احنا نعرف يعني بصراحه ايه بس كانت حاجه بقيت دوكيومنتد قوي يعني بينا يعني ايه بقت الامور مش حلوه. العيانه بتاعتنا فيها بايونفايتس بدات تشتكي من سيمبتومز ثانيه تعتبر يعني لو قلنا ان هي كونستيتيوشنال سيمبتومز او حاجات ممكن تكون اسوشيت مع الفاسفولايتس. فرجعنا تاني الاستيرويد للو دوز استيرويد 10 مللي جرام والازاثيوبرين وقلنا هنمشيها على بروفلاكتيك انتي بايوتيك كل شهر هتاخد اول كل شهر هتاخد لمده اسبوع او 10 ايام هتاخد كينيلونز بحيث ان نشوف الدنيا نحاول نعمل بروفلاكسس ان يدخل لها يحصل لها الابيسودز دي. على الرغم من ان هي بدات الفريكوينسي بتاعه الابيسودز دي ما نعرفش ليه برضه ما نعرفش ليه بدات تقل لكن الفانكشن بتاعتها اللي حصل بدا يحصل ديتيريوريشن في الفانكشن بتاعه الكلى. يعني خلال كام شهر ما يعني حصلت الاحداث دي بدات الفانكشن بتاعتها هي بتزيد الكيمستري بتاعتها بتزيد الفريكوينسي بتاع البين فرايتس بيقل. يعني بدات ما كنا كل شهر ولا بدات الدنيا كده لا احنا كل شهر مره لا السيمبتومز بتاعتها ما بقتش سيفير قوي مجرد بتعمل اليورين اناليسيس بتطلع فيه عندها بس سيلز. ما احنا ما نعرفش بصراحه الاكسبلينيشن بتاع الموضوع ده ايه بس البيشنت بتاعتنا كانت قلقانه جدا وكانت الموضوع بدا يعمل لها يعني سايكيك افكشن بصراحه. فهي طلبت ان هي ان احنا نعمل بدينا نعمل لها بايوبسي ثاني عشان نعرف الامور ماشيه ازاي. يعني هل احنا في اكتيفيتي ثانيه محتاج ان هي يعني محتاج ان احنا نعمل بلس ثاني او نعمل اندكشن ثاني ولا هي الوضع وصل ازاي. خصوصا طبعا بدات تخاف لما الكرياتين بتاعها بدا وصل الأربعة خمسة ونص الستة في الرينج ده بدات تظهر عليها الانيميك مانيفيستيشن اللي عندها. البايوبسي دي بصراحه كانت ابون هير ريكويست. يعني يمكن انا شخصيا كنت ماشيه خلاص ان البيشنت بتاعتي بدات تبقى حصلها سي كي دي لكن هي كانت لا هي كانت مصره ان هي عايزه تعرف هي 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 راحت فين. انا للاسف انا معايا التقرير بتاع البايوبسي ساعتها ما كانش معايا الصور بس الصوره اللي جايبه لكم دي ديمونستريشن بس. لكن العينه دي كان البايوبسي الثانيه بتاعتها كان فيها سيرت جلوميرولاي 11 كان اوبسوليسنت جلوميرولاي. التيبيولز بتاعها كان فيها ديفيوز ماركت اتروفي فيها الجلوميرولاي سوري كان فيها كمان سيجمنتال سكليروزس. الانترستيشن بتاعها كان فيه لينفوسيتك انفلتريشن وفيها ماركت انترستيشن فايبروزس. الارتس فيهم انتمال سكليروزس والارتريولز كان مودريتلي ثيكند. ده كان الريبورت الكونكلوجن بتاعها ان دي عينه فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروزس موستلي سكندري وكان في ماركت كرونيك انترستيشن نيفرايتس ومودريت ارتريال سكليروزس وان تو بي كونسيدر ان العينه يكون عندها كرونيك نيفرايتس. فيعني كانت الدنيا بتاعتها ماشيه خلاص هي يعني بما ان ده سكند اف اس جي اس ده غالبا هل ده كان حاصل نتيجه ان هي التيك اوف ريسنتس اللي عندها. البروتينيوريا كان بدا يظهر فيها تريسز اوبورتونيوريا ما كانش برضه ما وصلت نصر في المرحله السيفير خالص دكتور احمد. العينه بتاعتنا زي ما شيء اللي جايب لحضرتك التقرير يعني هو فيها 70% انترستيشن فايبروزس ف شيء سي كي دي بيشنت. دي زي ما قلت لحضراتكم انا للاسف ما عنديش الصور بتاعتها هي شخصيا زي الحالات اللي فاتت بس انا جبتها ديمونستريشن عشان الاف زي ده الجلوميرولوسكليروزس وده الفيكتور بالشكل بتاع التيوبولار اتروفي. وزي ما قلنا قبل كده في الحاله اللي فاتت قبل كده المره اللي فاتت ان بيبقى بيحصل لما بيحصل اتروفي انترستيشن فايبروزس بيحصل التيوبولز بتبعد عن بعض شويه بيبقى ما بيبقاش الباك تو باك ادبيرنس ده باين في الصوره دي. ودي كده خلاص احنا يعني فهمنا البيشنت بتاعتنا ان هي ده
she is a CKD patient, and sooner or later we will need to go in for dialysis. She must طبعا احنا بصراحه برضه بدانا نقلل برضه الاسترول خالص والحاجات بما ان الدنيا خلاص ما لهاش لازمه وقفناها بس ان هي ماشيه على انتي هايبرتنس دراجز ماشيه على السبورت تريتمنت لاي عيان سي كي دي زي ما انتم عارفين الكالسيوم والفوسفور والانيميك كونستيشن والانيميا والايرن والبروتين والعيانه اختفت فتره ورجعت لنا في المحطه الثالثه بتاعتها اللي حصل معاها ان هي جت بتشتكي لنا في ان هي بتشتكي من بين في ايديها الاثنين والبين ده كان برومينانت ان ذا بورنينج كمان كان معاه ارثرالجيا في بوث نيز وبدات تشتكي بقى عندها بايلاترال لور ليمب سويلنج الاكزامينشن بتاعها كان بلاد بريشر بتاعها 160 اوفر 90 التمبريتشر بتاعتها كانت 37 كان فيها بايلاترال لور ليمب بيتنج ديما السيستميك اكزامينشن بتاعها كان نورمال مش في حاجه ثانيه بس الهاند كان ايه كل السمول جوينتس بتاعها كانوا سولين والموشن بتاعتهم كانت ليميتد في بعض الدايركشنز تفتكروا العيانه دي كانت ايه او حصل معاها ايه يعني حصل اوبتريا بايه ثاني اكتر من كده هو دكتور احمد بيقول ان هي ممكن تكون سيستميك لوبس كان طبعا من الحاجات اللي عندنا مورنينج ستيفنس هي ما قالتوش ان هو مورنينج ستيفنس دكتور عماد هي كانت بتعبر عنه ان هي بتصحى من النوم الصبح ايديها وجعاها جدا ومش بتقدر تشتغل بيها لكن هي ما يعني اكشوالي ما كانتش عارفه بتعبر عن الموضوع ده ازاي دكتور احمد بيقول ممكن تكون سكليروديرما ميبي اي اقتراحات اخرى مش عارفه ليه دكتور صراحه اقترحت الاتش اي في اللي هو حضرتك ناحيتها رياكتيف ارثرايتس ده من الحاجات اللي كنا حاطينها تمام روماتويد ارثرايتس طيب انا مش عشان مش عايز اضيع وقت حضراتكم احنا كنا حاطين الحاجات دي هي في الديفينشال دايجنوز بتاعها بصراحه كنا حاطين السي كي دي ام بي دي في الاول ليه؟ لان يعني احنا مش متخيلين يعني ايه يعني مش هيحصل حاجه هيحصل ايه اكتر من اللي حصل معاها يعني فمتخيلين ده بون اكس وهي بتعبر عنه في صوره ان هي ايديها وجعاها رجلها ركبي وجعاني جسمي وجعني فاتحط ده في الحسبان لما شفنا ايديها الجوينتس فعلا سولين فحطينا بوسبيلتي اوف روماتويد ارثرايتس خصوصا مع موضوع مورنينج بين او اللي هو غالبا في المورنينج ستيفنس يعني البوليمايالجيا روماتيكا دي حاجه من الروماتولوجيك ديزيز اكيد حضراتكم قريتوا عليها كان فيها تشابه كبير بينها وبين الروماتويد ارثرايتس السيستميك لوبس حطيناه احتمال برضو وكان ما فيش اي سيستميك مانيفستيشن فيها الفايبرومايالجيا بس يعني اللي خلانا حطينا سيستميك لوبس ان احنا يعني هل ممكن يكون اللي حصل قبل كده ده كان بتاع سيستميك لوبس بس هو الاميون بتاعها ما كانش بيقول لي سيستميك لوبس لكن هل ممكن يعني تكون كده الدنيا الفايبرومايالجيا دي ده اسوشيشن مع اي كرونيك ديزيز زي ما حضرتك عارفين بس طبعا بما انها فايبرومايالجيا فهي كانت اكتر بتميل ان يكون العيان يكون عنده قماصه اكس وده ما كانش عند العيانه دي الاكشوالي كان فعلا هو يعني لما فحصناها لا هي فعلا كان عندها ارثرايتس في البوث هاندز دي كانت التحاليل بتاعتها اللي احنا عملناها البلاد فيوري بتاعتها كانت وصلت 100 مللي جرام السيروم كيلاتي بتاعها كان 6 مللي جرام الجلوبين بتاعها كان 9 الوايت بلاد سيل بتاعها كان نورمال الين ايه كان نيجاتيف الرومتويد فاكتور كان هايلي بوزيتيف الانتي سي سي بي كان برضه هايلي بوزيتيف الالبوم بتاعها كان 3 اور اراوند السي ار بي بتاعها كان هاي الاي اس ار بتاعها كان عالي 90 على 50 الكالسيوم 8.6 الفوسفور 6 مللي جرام الاي بي تي اتش بتاعها 350 بيكو جرام انا كان مش معايا بصراحه برضو مش معايا الاكس ريز بتاعت الهاندز بتاعتها لكن بعد ما اتعمل اكس ريز على الهاندز مع التحاليل دي كان اتعرضت على روماتولوجي والعيانه
يعني كانت طبعا زي ما حضرتك عارفين ان السي في ده يعني دياجنوستيك للروماتويد ارترايتس، فدي العينه دي اتقالت هي عندها روماتويد ارترايتس فعلا، واحنا ماست ستارت بقى ايه العلاج بتاع الروماتويد ارترايتس. انا دورت لحضراتكم على السكورنج بتاعها عشان اجيبه. ده كان السكور اللي لقيته involvement of swollen and tender joints. يعني احنا كنا مدينا ان في 3 small joints من 1 to 3 small joints كنا دي عندها كان عندها لان كان في كل ايديها الاثنين. السيرولوجي بتاعها كان الروماتويد فاكتور والانتي سي سي بي الاثنين كانوا بوزيتيف، فكان السكور بتاعها يعني تاخد 2 أو 3. الساينوفايتس او اللي هو البين اللي كان عندها ده كانت هي بصراحه جايه لنا في اقل من يعني هي بمجرد ما بدات تظهر عليها الاعراض في اقل من شهر كانت عندنا، فده كان زيرو. الاكتيف فيز اكتنت الاثنين كانوا عاليين زي ما قلت لحضرتك في التحاليل، فهي كانت ايه فهي تاخد 1 يعني. فلو حسبنا السكور بتاعها هنلاقيه هاي سكور، وهي فعلا تخصص زي ما قلت لحضرتك ان هي روماتويد ارثرايتس، والبيشنت بتاعتنا دي كانت يعني كده هي روماتويد ارترايتس وعندها هايبرتنشن، او هي قصتها بدات ان عندها هايبرتنشن ما نعرفش كان ليه. بعد كده بقيت سي كي دي، بعد كده بقيت روماتويد ارترايتس. هو دكتور محمد انا مش عارفه راي حضرتك، انا كان في فكره ساعتها يعني طرت في دماغي قبل كده ساعتها في الحاله دي ان هي ممكن يكون يعني كان بيحصل لها سب كلينيكال اتاكس من فاسكولايتس مثلا، وهو ده اللي عملها هايبرتنشن. يعني هايبرتنشن ده ما كانش برضو اسينشال هايبرتنشن، هو برضو كان وراه حاجه ثانيه في الكدني. انا برضو ما اعرفش صحه الكلام ده ممكن يكون ايه، بس وات ايفر هي العينه بتاعتنا وصلت في الاخر هي انتستيجنال ديزيز طبعا، كانت بدات دايلسيس ومشيت على الروماتويد ارثرايتس الاستمرار ديت يعني. و يعني مش عايزه اكمل قصتها، كانت كلها كومبليكيشنز بتاعت الدايلسيس بعد كده يعني. هو طبعا هي طبعا الريكورنت اتاكس، وهي غالبا ممكن كان روماتويد ارثرايتس من الاول وهيدن ما كانش عليها كلينيكال مانيفيستيشنز باينه. والروماتويد ارثرايتس بي جلوميرولون ارثرايتس في كذا شكل. ف بس انا دورت على الموضوع ده لقيت يعني لقيت روماتويد ارثرايتس يعني مثلا بيجي العيان عنده روماتويد ارثرايتس وبعد كده يعني كل الانفكشن بتاع روماتويد ارثرايتس للكدني يا اما نتيجه للدراجز اللي هو بياخدها يا اما بعد ما العيان بيبقى باين عليه روماتويد ارثرايتس بيبقى يعني اميلودوزز مثلا يمكن اكتر حاجه بتشوفها معايا. لكن بصراحه انا دورت على موضوع الكريسنتك دي او ان يكون حصل يعني هل ده كان بدايه لحاجه يعني قبل كده او ولا هو جاست ان هو جاست اسوشيشن وده باد لك للبيشنت ان هي كل الحاجات دي عندها. انا بصراحه ما اعرفش، بس زي ما بقول لحضرتكم هي انا حكيت لحضرتكم قصه من واقع الحياه يعني العينه هي هايبرتنسيف. انا ما اعرفش برده هايبرتنشن هل هي كان عندها سب كلينيكال اتاكس قبل كده من الفاسكولايتس دي او من الجي ان ده، وهو اللي وهي يعني من اول فيها سام سورت اوف سي كي دي، ولما حصلت الاتاك الثانيه الكبيره اللي هي كانت جزيره واضحه بيها قوي دي هي قضت خالص يعني، ولا هو هايبرتنشن كان اسينشال برده فيها. انا العينه بتاعتنا بي سي كي دي، العينه بتاعتنا عندها روماتويد ارثرايتس، العينه بتاعتنا بدات تغسل وماشي على غسيل وعاشت كل مشاكل الدايلسيس يعني. فراي حضراتكم اللي ليه كومنت على الحاله او كده؟ هو يعني انا بدور وانت بتحكي اهو في كيس ريبورتس منشوره، بس كلها كيس ريبورتس بقى عن الكريسنتك جلوميرولار نيفرايتس اسوشيتد وذ روماتويد ارثرايتس. انا ما قريتش الكيس يعني، بس هو في كيس منشوره كده كلها كيس ريبورتس. فبس برضو انت ما كانش عندك حاجه في الاول كلينيكال سسبشن يخليكي تمشي تدوري على روماتويد ارثرايتس برضو، فدي في حد ذاتها كان صعب الموضوع. ما انا ده قصدي كده. انا يعني حتى لو هي كيس ريبورتس بس انا يعني انا عمري كنت بدور على روماتويد ارثرايتس بصراحه في حاجه زي كده في البرزنتيشن الاولاني بتاعها. والحاجه الثانيه انا ما قريتش او ما شفتش. انا ممكن ابقى اشوف الحاجات اللي بتقول عليها ان يكون هو الكريسنتك ده هو البرزنتيشن بتاع ان العينه دي هيحصل فيها بعد كده كذا. بالظبط هو غالبا كده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم اتفضل. هي يعني التيتشنج كيسز طبعا هو الجزء يعني دكتوره نجوى بتقول ميبي ميكس كونكتد تيشو ديزيز، اعتقد هو عشان كده الروماتولوجي كونسلتيشن في الحالات دي مهم، ان احنا الا لو حد فينا بقى كان شغال روماتولوجي كويس فيعرف ابروتش كويس الحالات اللي زي دي. بس الروماتولوجي انفولفمنت هو الكي، بس اللي احنا ك
نفرولوجيست استفدنا منه هي حاله هايبرتنشن معاها كرياتين عالي، برضه لازم يبقى في سسبشن انه ممكن يبقى في جلوميرول انفراكس اون توب زي ما انت عملتي، خصوصا في وجود الاكتف سيدمنت الار بي سي دي، اعتقد اهم تيتشنج بوينت في الموضوع. تمام. هو انا يعني هو انا اللي عايز اقوله لحضراتكم بس اول حاجه ان يعني ايه في الكلينيكال بريكس، يا ريت احنا اول حاجه ريسبكت قوي الايج بتاعنا، ما نستسلمش قوي لموضوع في العيان كان هايبرتنسيف. انا يعني انا شفت انتم كتير من الدكتورز الموضوع ده في العيان هايبرتنسيف وجايب الكيمستري عالي فخلاص هو هايبرتنسيف بروباتي، لا يعني نخلينا شويه يعني نتعب نفسنا شويه مع العيان بس نتاكد بس هو ايه، لان ممكن انا ممكن يعني اديلي الموضوع شويه. يعني انا اي ثينك ان العيانه لو اتثبت العيانه دي لو اتثبت كانت يعني كانت ادات تايم وقتها كانت تدخل في رينال فيلير. يمكن احنا هو انا في الاخر احنا في الاخر ما عرفناش هو في رينال فيلير، بس اتليست انا يعني العيانه دي عاشت يعني عاشت كده اربع خمس سنين الامور ظريفه يعني تعتبر بس متابعات والكلام ده اوي فروم ذا دايليسيس. وانا برضه شايف ان ده يعتبر حاجه كويسه ان انا بعتها شويه يعني فتره عن الغسل. دي بوينت مهمه يعني انا شخصيا ملاحظاها في الكلينيكال براكتس ان انا ما استسلمش موضوع ان هي عندها هايبرتنشن قبل كده فخلاص هي دي كذا. الحاجه الثانيه برضه الاكتف سيدمنتس او اليورين اناليسيز انا شايف ان هو يعني ده الميرور اوف كنترول بتاعتنا يعني يا ريت يعني نبص عليه قوي نهتم بكل حاجه كل فايندنج نشوفها فيه قوي. في شويه اربسيز معديين ناخد بالنا منهم، شويه بيس دوريا ناخد بالنا منهم، ممكن البحث او التعب على العيان ده شويه بيجي بنتيجه في الاخر يعني. الحاجه الثالثه الريكورنت يو تي اي انا برضو شايف ان ده بيحصل كتير. انا برضو ما اعرفش دكتور محمد هل ان الواحد يصاب بجي ان يعني الميرور فلكس قبل كده او يكون عنده ميرور ديزيز قبل كده هل دي لوحدها انا دورت عليها ان هي تكون كوز للريكورنت كيو تي اي؟ مش عارف ما عنديش معلومه يعني انا برضو ما عنديش المعلومه بصراحه. برضو لو حتى ان الموجودين عنده انا دورت عليها يعني هل دي سبب تخلي العيان بتاعنا، لان يمكن لاحظتها شويه في بعض العيانين هم فعلا عندهم مشاكل ما اعرفش هل بقى من الايموتوبريسيش الدراجز اللي بياخدوها ولا الجي ان ناس بريدسبوز الكيدني مثلا يكون بيبقى حاجه فيه انفلاميشن فرايبر الكيدني مثلا هو غالبا من الايموتوبريسيش تمام. يعني برضو اليو تي اي ان احنا نعالجه اكوردنج للكالتشر سنسيتيفيتي ده البيست براكتس بيست مانجمنت للعيانين عشان ما نقعدش بقى في العيانين كتير. روماتويد ارثريتس ده كان جاي كده بالصدفه عند العيانه دي يعني بس هو انا حطيت لينك الحاله اللي بقول لك عليها بس الحاله دي كانت متشخصه اصلا روماتويد ارثريتس وبعدين جت شبه الحاله بتاعتك بالظبط انكا نيجاتيف كريسنت جلوميرولي نيفرايتس يعني نفس السيناريو بتاعك بس الفرق ان الحاله دي كانت متشخصه من الاول روماتويد ارثريتس ماشي على الميدو تك دي. تمام. ما اعرفش طب هي ممكن تكون كان عندها بتشتكي برضه بس هي بالنسبه لها مش مهم في ظل اللي كانت فيه ما كانش مهم مثلا جايز وارد صح جايز يعني يمكن بدات تشتكي لما الامور بدات تزيد معاها يعني بالظبط تمام. احنا كده خلصنا الحاله كده خلصت صح كده؟ طيب احنا والله بنشكرك جدا حالاتك فيها في دكتور احمد قاضي يورو ريبورت ا كيس اوف ا بيشنت وذ روماتويد ارثرايتس بريزنتنج وذ انكا. اما هو ده الحاله اللي انا معرفش بيتكلم دكتور احمد على حاله عنده ولا الحاله اللي انا لسه مشار اللينك بتاعها فعلى عموما بشكرك جدا دكتور احمد يعني حضرتك ممكن تحط لنا لينك الحاله في البوست بتاع الاعلان بتاع لو عندك حاله ثانيه احطها بس وان شاء الله عايزين منك بقى على باستمرار كده كل اسبوعين ولا حاجه تحط لنا حاجه حتى لو احنا النفرو تيوب عاملين الريجولار ميتنج بتاعنا ممكن تعملي انت تحطي كيس في يوم ثاني باذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور علاء شكرا جزيلا مستنيينك ترفعي الفيديو على اليوتيوب بقى وتشير اللينك على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله حاضر ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا شكرا مع السلامه.